ليكي المغربيات بنات كتير عن جد حلوين قلبا وقالبا مثل ما بيقولوا، وحبيت انه كل واحدة بتعرف تختار الستايل يلي بتحبه، وصراحة شفتهم كتير طبيعية يعني ما بكتروا كتير مكياج، انا اللي التقيت فيهم فهيك سامبل وحلو وعلى طبيعتهم. جربته بطنجة، كان عندي حفلة عم بقدمها ولبست الزي المغربي، وصراحة كان روعة، يعني حسيت حالي أميرة بالزي المغربي. وبكرة عندي كوفر كمان بدي صوره لماجازين، فكمان رح بيكون بالزي المغربي. أنا طلبت أنه ألبس هالقطعة المميزة يلي عن جد رح تاخد سكسي أكيد بهيدا الكوفر. أنا اللي جربته كان فيه ذهب، يعني كان كتير تقيل، كان في بالت، كان في حزام يعني سانتور، سيتي مانيفيك فريمان، فأنا حبيت اللي فيه تقل. هلأ ما جربت السامبل بس عن جد حبيت القطعة يلي كان فيها أكسسوار مجوهرات، فحسيت بتعطي قيمة لأي مناسبة بالليل. دنيا كمان عندها ستايل كتير حلو، ويعني كذا مرة شفناها بالزي المغربي وعن جد كانت عم تتميز بصوتها وبأناقتها. أسماء المنور كمان دايما منورة بإطلالتها، فعن جد دنيا بطمة وأسماء المنور من السيدات المغربيات يلي بيتميزوا بصوتهم وإطلالتهم. بجنن يعني من الأميرات يلي اطلالتها روعة روعة، وكتير بحب الزي المغربي عليها، ودايما بتعرف تختار الزي بالمكان المناسب. إذا بدك بحب الرياليتي شو، كوني أنا عشت فترة بمثل لبنان وقتها كنت رياليتي شو تلفزيون واقع، فبحب أني أتعايش مع الأشخاص، أنه خلي العالم لما تحضرني تتفاعل معي وتكون قريبة مني وطبيعية، فأنا كتير قريبة من هالنوع من البرامج كوني بنت طبيعية، يعني ما بحب أكون خارج هيدا الموضوع، بحب ضل على طبيعتي حتى لو كنت على التلفزيون. شرف يعني، بس بالوقت الحالي أنا بتعرفي مقيمة مع أهلي بلبنان ومبسوطة كتير معهم، بس أكيد بشرفني إجي دايماً على المغرب، وإذا تقدم لي عرض برنامج بيشبه شخصيتي ليش لا؟ هلأ أنا يمكن ما كتير بقى بفكر أعمل فيديو كليبات، بس بيعجبني كتير أكيد فيديو كليبات اللي بيقدمها سعد المجرد، أحمد شوقي، يعني في كتار وكلهم عن جد بيعملوا فيديو كليبات وأغاني عالمية فينا نقول، ودايما بتمنى لهم التوفيق. أول شيء سلطانة هي من أكثر يمكن الويب سايتس يلي بيتابعون العالم مش بس بالمغرب وين ما كان، وأنا كتير مبسوطة أن التقيت اليوم فيكم، وإن شاء الله هيك بتضلكم تقدموا إشياء حلوة للعالم الأوفية يلي عن جد بتضل تتابعكم. شكرا لكم وشكرا لاستضافتي بسلطانة. مرسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.